السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت مسافرا ودخل وقت صلاة الفجر لكن سائق الباص رفض الوقوف لأداء صلاة الفجر حتى يجد محطة، فخفت خروج الوقت، هل لي أن أصلي في الباص وأنا جالس على حالي؟ أي نعم، صل وأنت جالس على حسب استطاعتك ولو بالإيماء. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.